السلام عليكم، معكم عمران الحازمي. في هذا الفيديو راح استعرض لكم 5 ألعاب مستحيل ننساها بسبب صعوبتها. لعبة كاونتران مشهورة، كانت من أحد أصعب الألعاب لجهاز العائلة. من الأشياء اللي خلت اللعبة صعبة هي أنك تموت من ضربة واحدة، وكانت لك 3 محاولات، وإذا موت 3 مرات يا عزيزي راح تعيد المرحلة من البداية. وكمان رصاص الأعداء في كل مكان، ومن الصعب جدا أنك تتفادى الرصاص حقهم. لعبة Ghost and Goblin كانت فيها ميزة غير الألعاب الثانية. أولاً ضربتان وتموت، الضربة الأولى راح يختفي الدروع حقتك، الضربة الثانية راح تتحول إلى هيكل عظمي وتموت. لكن مو هنا المصيبة، إذا ختمت اللعبة بعد ما تطلع روحك راح يقول لك الملك إنه أنت ما ختمت اللعبة. إذا تبي تختم اللعبة صح لازم تختمها مرة ثانية ومن جديد وعلى نفس التخزين. من جد ذا والله مو بصاحي. ديمون سولز، سلسلة سولز مشهورة بصعوبتها، وديمون سولز هي أول لعبة في السلسلة وكانت جديدة على الجيمرز، وهي أحد أسباب صعوبتها. وأيضا كان الزعماء فيها غير متوازنين في مستوياتهم، وكمان أماكن الشيك بوينتس والاختصارات كانت بعيدة جدا، يعني لو وصلت للشيك بوينت تحس أنك سويت إنجاز. لعبة F-Zero GX اللي نزلت على جهاز الجيم كيوب، واللي تعتبر من أصعب ألعاب السباقات. من الأشياء اللي تخلي اللعبة صعبة هي سرعة اللعب، جدا سريعة ويا دوبك تلحق، وكمان أي غلطة تغلطها راح تروح في 60 داهية. وأيضا المتنافسين على الكمبيوتر كلهم يبغون يجيبون المركز الأول، يعني انسى تجيب المركز الأول يا حبيبي. لعبة نينجا جايدن تعتبر من أحد أصعب ألعاب الهاكن سلاش. صعوبتها في سرعة اللعب، والأعداء والزعماء كانوا يخليك تصيح من كثر الفرشة اللي راح تشوفه. وكمان كان الذكاء الاصطناعي عند الكمبيوتر ممتاز جدا، ومبرمجينهم على شيء واحد انهم يجلدونك جلد، ما يعرفون الا الجلد. وهذه كانت 5 العاب جننتنا واحنا نلعبها. اذا كانت في لعبه جننتك من صعوبتها يا ريت تذكرنا اياها في الكومنتس، واذا عجبك المقطع لا تنسى الضغط على زر اللايك وايضا تشترك في القناه. كان معكم عمران الحازمي ومع السلامه.